نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا تحت عنوان المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30 عاما. ورصد الرسم التوضيحي مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن من أهم المؤشرات تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلا 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021.